ذات ليلة فزع أهل المدينة من صوت عدو مخيف وغريب، والمدينة كانت نقطة من نور يحيطها الظلام والأعداء من كل الجهات. فلما خرج أهل المدينة بفرسانها الأشاوس يستطلعون الخبر، فإذا برجل شجاع راكبا على فرس بلا سراج، كأنه شررا يقتد شاهرا السيف قادما نحوهم ويقول: لا تراعوا لا تراعوا، أي لا تخافوا ولا تفزعوا، وقد خرج للعدو بمفرده، لله دره ما أشجعه، إنه حبيبنا وسيدنا ونبينا صاحب الوجه الوضاح والثغر البسام، وقد أنهى المهمة، عليه منا أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه.